شكرا للزميل نواف الدهش. فتحت البوابات لمنافسة كأس اليابان للفئة الثالثة فراس المستورد 4 سنوات فأكثر منتهزة إنسانيا. إن فرانس سان ست فلاش عسيفة فالينا كيبتوكوبا سان هات هوت تاتش لك ستاريفا. هنا سان ست فلاش ابنة ميسون تقود السباق مع دي كاسترو في متابعة من إن فرانس إلى ثاني المراكز وهوت تاتش إلى المركز الثالث. أين الاسم البارز؟ أين لكاسا تاريفا؟ تتمركز في المركز السابع تراقب السباق بحذر. هنا نشاهد سانست فلاش إلى المركز الأول. هنا المتابعة من إن فرانس مع إيدي كاسترو إلى ثاني المراكز والتحرك أيضا من هوت تاتش. فيما نشاهد أيضا كيبتو كوبا ابنة هاربر واتش مع فهد الفريدي قادمة للمنافسة بكل قوة. وهنا الانطلاقة لا زالت مع سانست فلاش التي تقود السباق بكل براعة تحاول الابتعاد. لا زالت متكيفة مع السباق سانست فلاش تنطلق إلى المركز الأول. سانست فلاش تحاول الهروب والابتعاد مع الخيال محمد الحبيب. سانست فلاش في ظهورها 11 في السباقات هل ستضيف الفوز الرابع؟ سانست فلاش لإسطبل الشاكرين تصنيفها 86 أميات الدخول من أفالينا. أفالينا أفالينا ابنة تيلوف كاكاتي تخطف كأس اليابان وتضيف